السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير وعافية. اليوم غنوجد معكم بريوات ديال الحوت اللي كيجيو بحشوة اقتصادية ولذيذة. خليكم مع المقادير. في مقيلة هنايا كنعملو ملعقة زبدة، شوية زيت نباتية، شوية زيت زيتون، كنعملو معاهم التومة، كنعملوها على نار حتى كتشحرنا. كيف ما كتشوفوا كنزيدوا هنايا البصله، كنعملوها تشحر حتى هي. من بعد ما كيتشحر البصل ديالنا كنزيدوا صدر الدجاج مقطع لشرائح، وكنعملوا حتى الدجاج يتشحر. وفي اناء عملت شعريه صينيه مع الماء الساخن ونخليوها على جنب. وملي كيتغيرنا اللون ديال الدجاج كنزيدو عليها العطريه اللي هي ملح، سكنجبير، ثومه بودره، الابزار، فلفل احمر، كمون، خرقوم، زريعه القزبر، زعفران شعره، حامض مصير. كنزيدو هنا مركز الطماطم، ملعقه الهريسه او الحار، وصلصه الصويا. وهنا عملت انا معدنوس وقزبر، كنخلطوهم مزيان، ومن بعد كنرجعوهم يتشحروا مزيان حتى كيطيب لينا الدجاج. وهنا من بعد ما طاب لينا الدجاج كنزيدو عليه القمرون، كنرجعوه يتشحر حتى كيطيب لينا. من بعد هنايا عندي شعريه صينيه صفيته وقطعتها صغيره، وزيدت معاه هنايا الزيتون ابيض مقطع لقطع صغيره. من بعد ما بردتنا الحشوه ديالنا مزيان باش ما كتقطعناش الورقه بالبسطيله، كنعمروها وكنلويوها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا في الفيديو. وملي كنساليو التلويه ديالها، انا عندي هنايا عملت شويه د الطحين مع الماء باش كنشدو مزيان وكنتاكد بلي ما غيتفتحوش ليا ملي كنطيبهم. المهم كنستمروا في هذه العمليه هذه حتى كنساليو الحشوه ديالنا كامله. انا هنايا دهنت الورقه ديالي بشويه د الزيت النباتيه باش كتجيني سهله في التلويه. وهنا من بعد ما عمرت البريوات ديالي كنتصفو بريوات في صينية الفرن. وكندهنهم شوية زيت نباتية باش كتعطينا ديك التقرميشة من بعد ما كيطيبو. طبعا بامكانكم انكم تقليوهم في الزيت، ولكن انا كنفضل نطيبهم في الفران حسن كيجيو صحيين هيداك وما كيجيوش هازين بزاف ديال الزيت. وهنايا من بعد ما طابوا خداو لينا ديك اللون الذهبي والتقرميشه، هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجيو لذادين الصراحه. شوفوا لي التقرميشه، يا سلام. انا كانت سخونه ما قدرتش نقطعها. ها هما كيفاش كيجيو في الشكل النهائي، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.